الفراولة. الفراولة أو الفراولة هي توت الأرض الذي يقي من السرطان، هكذا أطلق على فاكهة الحب. كتب أحد الأطباء سنة 1652 ميلادي عن فوائد الفراولة فقال: الفراولة ممتازة لتبريد الكبد والدم والطحال والمعدة الصفراوية، والأوراق والجذور جيدة أيضا لتثبيت الأسنان الرخوة وللشفات اللثة الإسفنجية الفاسدة، والفراولة خصائص مقوية ومجددة للنشاط لما تحتوي من الأملاح والفيتامينات، وتفيد المصابين بالتدرن الرئوي والتهاب المفاصل. وكان العالم ليني مصابا بالنقرس يتداوى بأخذ الفراولة، وتبع كثيرون بعد أن تحسنت حالته الصحية. يوجد في ثمار الفراولة، يوجد في ثمار الفراولة فيتامين سي بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 50%، وكاروتين بنسبة 5%، إضافة إلى أثار من فيتامين B1، بالإضافة إلى السكاكر وحمض التفاح والليمون والصفصاف. كما تعتبر ثمار الفراولة غنية بأملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفسفور والحديد أكثر ب40 مرة مما هي عليه في العنب، لذلك تستعمل الثمار في حالات فقر الدم، ويستعمل مغلية الثمار الجافة كمادة خفض الحرارة وطاردة للرمال المرارية والكلوية وفي حالات النقرس. تفيد الأوراق كمادة قابضة للأسهالات، كما أن مغلي الأوراق يخفض ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية. عصير الفراولة، الله عصير الفراولة شيء ثاني يختلف عن العصيرات الأخرى لما به من طعم ولذة. يفيد عصير الفراولة الجسم المتأكسل في إزالة البثور وحب الشباب واللون الشاحب، كما يفيد في جميع أنواع الالتهابات. أما عصير الفراولة وجوز الهند فيفيد في حالة التهاب الحلق والتهاب المعدة وفي قرحة المعدة، كما أن له تأثيرا قويا على عصيات الالتهاب وخاصة عصية التفاونيد، ويجب أن تؤكل الفراولة مباشرة بعد غسلها لئلا تخرب خواص مضاد الجراثيم. نعم لابد من أكلها بسرعة لأنها من الفواكه التي تخرب وتفسد بسرعة لكي لا تذهب فائدتها الصحية. ملاحظة هامة، يجب أن تؤكل الفراولة على الريق بين 250 و500 غرام في اليوم الواحد، ويفيد مغلي أوراق الفراولة وجذورها في مكافحة أمراض عديدة كالإسهال والنقرس والروماتيزم والمرارة. والتجميل الوجه، لتجميل الوجه تهرس بضع حبات الفراولة ويدهن الوجه بها قبل النوم وتبقى حتى الصباح، ثم تغسل بماء البقدونس الفرنجي فينشط الجلد وتزول التجعدات. يزعم البعض أن غسل الفراولة قد يذهب بنكهتها الطبية، وهذا غير صحيح إلا إذا نقعت في الماء لمدة طويلة، فمن الضروري غسلها جيدا لإزالة الجراثيم والأوساخ عنها وتناولها فورا. صحة وعافية. وفي نهاية الختام نرجو في فيلمنا المتواضع أن نلنا على الشيء البسيط والفائدة لكم، نعم للمواد الطبية أو الطبيعية لا للمواد الحافظة. نجد أجدادنا في السابق حتى لو كان قصير القامة يعيش فترة طويلة في الحياة والأعمار بيد الله، أيضا نجدهم ذو صحة قوية، لكن يختلف عن أطفالنا في الوقت الحالي وهم أطفال الشبس أو أطفال المواد الحافظة أو الأطفال ذو الهشاشة العظام بسبب قلة الحليب. أيضا تجد الطفل عندنا في الوقت الحالي منذ عمره 6 سنوات أسنانه متساقطة بسبب الكاكاو وغيرها من المواد. فنحرص على إعطاء الأطفال المواد الطبيعية الطبية وليس المواد الحافظة، نعم للمواد الطبيعية لا للمواد الحافظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.